حوار تلفزيوني سجل يعني ربما في تاريخ نتحدث في 2023 يعني حتى في وقت الشاذلي وما يقال عن وقت الشاذلي كان يسجل ربما الحوار في نفس اليوم ويبث في نفس اليوم وفما الآخرين حدث ولا حرج يعني 3 أيام لعملية منطجة واضحة لحوار ما قراءتك يعني عملية رقابة تجميل مع أنه طبعا ظهرت الكثير من الواضح أنه هناك منطجة وواضح أنه هناك حتى كلمات فاتت يعني تبون يقول ينش عليهم مثلا يعني وتوقف على الصحفيين عليهم ينشوا الأرواحهم يعني المعروف التعبير الشعبي ينشوا الدباني. والله الأخ أيو نوغان من الجزائر قال الكثير عن سؤالك وأعطاك أجوبة يعني واضحة. ولا مرة منذ مجيء تبون، خلينا من البداية، حتى بوتفليقة بعض المرات كان يعمل حوارات على المباشر، تبون لا نعرف عليه ولا مرة واحدة عمل استجواب على المباشر، فهو كله مسجل. هذه أولا. الرئيس المحترم في دولة محترمة لما يتكلم بطريقة علنية معناته يتكلم وهو يخاطب الشعب ويخاطبه باحترام ويخاطبه بطريقة مباشرة ويخاطبه عن طريق الصحفيين الأحرار حتى تطرح عليه أسئلة على المباشر ويحاسب، لأن هذه هي الديمقراطية الحقيقية، المحاسبة، يحاسبون على الرجل السياسي مهما كانت وضعيته، مهما كانت الرتبة تاعه، يحاسب من الشعب. هذا ما هو غير ما ليس موجود في الدول الغير ديمقراطية. الآن الشكل لما جاب هذا الناس هذو واستضافهم على أساس أنهم صحفيين، والله حلقة عنده الصح، هذه حلقة يعني دردشة بالأحباب وصحاب، ما عندها حتى علاقة مع الصحافة. ليش؟ لأنه أساسا احتفال باليوم العالمي للصحافة لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد مع مؤسسات الدولة، مش الدولة اللي تحتفل بهذا، الصحافة هي اللي تحتفل. في البلدان المحترمة الصحافة هي اللي تحتفل بيومها، هي اللي تنظم وهي اللي تشيخ على برنامج احتفال الوطني بالصحافة، ماهيش الدول، ماهيش الحكومات، الحكومة والدولة ما عندها حتى علاقة. النقطة الأخرى اللي عندها علاقة مع هذه الحلقة بطريقة عامة هو أنه حقيقة كل مرة يقول 180 صحافة، 35 ألف صحفي، كل هذه أرقام يعني مشي خيالية، أرقام بهلوانية ما عندها حتى معنى. أولا لافت أنه هو يقول 180 وكان سأله مدير على ما أذكر مدير الإكسبريسيون في التالي قال له 150 صحيفة، نقص 30 من صحيفة ومرة بشكل عادي. يا هو الأرقام هذه المشكلة، لأني استغرب منه كل هذه الحلقات هذه مسجلة ورغم هذا الغلطات موجودة، وما بالك لو كانت هذه الحلقات على المباشر لكانت كارثة 10 ولا 100 أضعاف. أرقام مثلا من الماضي القريب كان يقول أنه قفزنا في الصادرات غير البترول إلا في الفلاحة ب 25 مليار دولار، الآن يتكلم صادرات لا تفوق 7 ملايير دولار يعني في ظرف أيام. خلينا هذه يعني الأرقام، هو والأرقام كأنه لا يفهم في الأرقام بتاتا. الآن هذه الدردشة اللي يعملوها هذه ولو أنها غير يعني مسجلة يقول مثلا أنه يعتزم أنه إحنا لو كنا لم نحترم الصحافة ما نعطيهاش الأهمية اللي نعطوها وما نعطيهاش الأموال. ما تعطيش الأموال يا أخي، المؤسسة مؤسسة الدولة لما تعطي أموال لمؤسسة أخرى معناتها عندها حق الرقابة، يعني فيه تناقض. من جهة واحدة يقول لك إحنا عندنا
صحافة حرة ونخلوها تعمل إلى آخره، لكن ما يعطيهاش مجال باش هذيك الصحافة هي تربح الأموال كي الصحف الأخرى في الخارج، بل هو الذي يمونها ولا يترك لها أي مجال للتموين، وبالتالي بهذه الطريقة تسيطر على محتوى الصحافة وعلى عمل الصحافة. وهذا موجود راجع موجود أيضا في المؤشرات التي تستعملها ريبورتير سون فرونتيير ار اس اف، واللي هي 5 مؤشرات تبني عليها هذا العمل اللي عملوه، وين داروا الجزائر في الرتبة 34 بعد 100، وعلى انا يعني اظن انه هذه رتبة مشرفة للنظام، المفروض تكون اكثر من هذا، تكون قريبة من 180 لانه التصنيف كان على 180 بلد، واستعملوا هذه المؤشرات الخمسة. فالمؤشر الخمسة فيه المجال الاقتصادي، فيه مجال اقتصادي، إذن حرية المدخول للصحافة هذا معيار يستعمل حتى نوزن استقلاليتها ولا لا، وهو يناقض نفسه ويؤكد مرارا وتكرارا، وهو يقولها بنفسه، يقولها كل مرة، يقولها احنا نمون واحنا نعطي الفلوس.